المرمى طابت أوقاتكم. الشباب يتهم الهلال بخرق حقوقه التجارية في مراسم توقيعه مع المهاجم الحمدان. دوري أبطال آسيا يضع أجندة الدوري السعودي في ورطة اللعب في العشر الأواخر من رمضان. ونفتح ملف مفهوم التدوير في حسابات المدربين، هل هو ما هو وهل من الواجب استخدامه في المسابقات؟ مردود صفقات الضجة الجماهيرية في الماركاتو الصيف الأخير بميزان الأرقام مقابل الأموال. السلام عليكم. يستعد نادي الشباب إلى رفع قضية لدى المحكمة التجارية ضد نادي الهلال بدعوى انتهاك الأخير حقوقه التجارية في التوقيع مع عبد الله الحمدان مهاجم الشباب وارتدائه قميص نادي الهلال بإعلاناته التجارية رغم بقاء 6 أشهر في عقد اللاعب مع فريق الشباب. ومن الرياض يلتحق بنا الآن سيد إبراهيم الهويشل محامي نادي الشباب والمستشار القانوني المعروف. سيد الهويشل حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. كيف تعلق على هذا الخبر بصفتك محامي نادي الشباب؟ أهلا وسهلا، حياك الله طيب التال وأسعد الله مساك. في البداية تأذن لي الله يسلمك أنه نحب أن يعني يكون هناك ثقافة قانونية في الوسط الرياضي. يجب أن يكون هناك ثقافة واضحة في الوسط الرياضي بحيث أنه يعني نستطيع أن نكرس القيم الثقافة القانونية في الوسط يعني عموما ومع الأندية ومع اللاعب. اليوم المادة العاشرة في لائحة الاحتراف الرياضي نصت في فقرتها 12 على أن اللاعب يجب عليه احترام كافة الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الرعاة الرسميين. أخي بتال، اليوم فترة 6 أشهر هناك توسع في تفسير فترة 6 أشهر بأنها حق للاعب يفعل فيها ما يشاء، في حين أن فترة 6 أشهر أجازت هذه اللائحة في فقرتها 3 من المادة 33 من ذات اللائحة على أنه يجوز للاعب أن يتفاوض مع نادي آخر في فترة 6 أشهر، أن يتفاوض ويوقع عقد، لكن لا يعني ذلك من توقيعه العقد ومن التفاوض أن يقوم بأعمال دعائية ذات طابع دعائي من ارتداء قميص نادي آخر. وطبعا تترتب عليها آثار كثيرة، طيب. من ضمن الآثار كما تعلم أخي بتال اللي هي الرعاة وغيرها. طيب، هل 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 الانتهاك الآن بالنسبة لكم في نادي الشباب انتهاك حقوقكم التجارية كما تقولون، هل هو تم من نادي الهلال أو من لاعبكم عبد الله الحمدان اللي هو ارتدى القميص وهو عنده 6 أشهر باقية؟ من هو كأساس هو من اللاعب الموجود اللي هو عبد الله الحمدان. هذا هو الانتهاك الأساسي اللي هو من بحكم أن نريد أن نفهم أو نريد أن نؤسس لمبدأ أخي بتال، وهو أن عقد اللاعب لا يزال ساري. هذا المفهوم اللي نريد أن نوصله، ونحن كمحامين ويعني كبيئة قانونية نريد أن نقول أن العقد لا يزال ساري مفعول، باقي في 5 أو 6 أشهر لا تزال سارية. على ماذا تعتمدون إبراهيم؟ على ماذا تعتمدون؟ وين الانتهاك بالضبط؟ الانتهاك أنه فترة 6 أشهر اللي يحكم هذا اللاعب عقد ساري المفعول وعقد قانوني خاضع للائحة الاحتراف، هناك واجبات وهناك التزامات على هذا اللاعب تتمثل في عدم قيامه بأي أعمال دعائية إلا بأخذ موافقة خطية من النادي المنتقل منه. لكن أن يفهم أن فترة 6 أشهر ملك للنادي المنتقل إليه الهلال أو غيره، لكن احنا اليوم نتكلم عن نادي الهلال، واقعة تمت بالأمس مع نادي الهلال. فهذا هذا يعد طبعا يعني النادي الشباب اليوم يحتفظ بحقه الكامل في المطالبة بكافة حقوقه واحتفاظ بكافة حقوقه القانونية. من الهلال ومن اللاعب.
من الهلال ومن اللاعب. نعم بالنسبة لنادي الهلال وين وجه المخالفة؟ وجه المخالفة أن نادي سعودي معروف يفترض فيه أن يفهم قواعد اللائحة ويفهمها فهم جيد، ويعرف أن فترة 6 أشهر لا تعني ملكية، لا يعني لا تعني ملكية اللاعب. اليوم أنت وقعت ملكية عقد اللاعب، العقد يبدأ بعد ملكية فترة عقد 6 أشهر. ملكية عقد وليس اللاعب. ملكية اللاعب. نعم. ملكية عقد اللاعب. نعم. لا ملكية عقد اللاعب. نعم. تسري بعد 6 أشهر وليست خلال 6 أشهر. إبراهيم والله أنت قلت في البداية كلام مهم، الثقافة القانونية وتثقيف الوسط الرياضي هذا كلام مهم. أقول لك ليش كلام مهم؟ لأنه إحنا قاعد نشوف كل الأندية السعودية صراحة توقع في 6 أشهر وترفع التيشيرت أو القميص. آخرهم مثلا خلينا نقول عبد الفتاح السيري من الأهلي للنصر نفس الشيء يعني. وبقي 6 أشهر صحيح أنهم شروا 6 أشهر أو استعاروا 6 أشهر، بس برضو موجودة هذه الأشياء. فأنتم كيف استوقفتكم؟ أنا بقول لك كيف استوقفتكم، معلش مو سر، أنا بقول لك كيف. هو أصلا الرعاة اللي عندكم هم اللي اشتكوا عليكم البارح وأنتم قمت اشتكيتوا، هذه الحقيقة صح؟ هي أنا ما ودي أدخل في تفاصيل. طبعا مجلس إدارة النادي قاعد يتخذ الآن سلسلة إجراءات وقاعد يجمع أكبر قدر من المعلومات. تعرف أخي بتال في مفاهيم الحوكمة، وخصوصا يعني أنا أحيي سمو وزير الرياضة سمو الأمير عبد العزيز فيصل. بن تركي. نعم. في ابن تركي عبد العزيز بن فيصل عفوا ابن تركي. نعم. في موضوع بث ثقافة الحوكمة. نعم. طبعا من مفاهيم الحوكمة اللي هي مسألة ما يسمى تعارض المصالح. وشون تعارض المصالح؟ اليوم أنا عندي راعي موجود في نادي الشباب، وعندي راعي منافس موجود في نادي الهلال. نعم. اليوم وش ذنب الراعي اللي جاء في نادي الشباب أنه لاعب موجود ومعه عقد مع نادي الشباب أن يتم يعني استخدام طيب. نادي الهلال في إبراهيم مش تطالبون بالضبط؟ ما هي مطالباتكم؟ تعويض مالي، اعتذار، وش بالضبط؟ المطالبة طبعا صاحب الصفة في المطالبة هو مجلس إدارة النادي. لكن اليوم أنا كزاوية قانونية أسلط الضوء على حدث تم بالأمس. أنت محامي النادي اللي ماسك الملف الآن، وأنت اللي تبغى ترفع الدعوة الآن، وأنت اللي قاعد تجهز الملف. أنت محامي النادي، يقول لي وش تطالبون فيه؟ وش تطالبون؟ ما هي مطالباتكم؟ كقيود مهنية يا أستاذ بتال لا أستطيع أن أفصح بشكل مفصل. لكن دعني أنبه على نقطة مهمة. تفضل. أساس المشكلة اللي تمت هو التوسع في ما يسمى في فترة السماح، يسمى في منطقة حرة اللي هي 6 شهور. الست شهور أخي بتال وضعت للاعب بأنه يقوم بالتوقيع مع نادي آخر، يعني نتكلم عن 6 شهور في آخر عقده. أن يقوم بالتوقيع مع نادي آخر لكي يضمن وضعه بعد هذه 6 شهور. لكن لا تعني فترة السماح هذه التوسع في أنه والله يستخدم يعني خرق الحقوق أمور دعائية أو شيء أو نعم نعم نعم. ويتحفظ نادي طبعا الشباب بكافة حقوقه، ويعتبر أن ما حصل بالأمس يعني خرق اتفاقية اللاعب معه، ويتحفظ بكافة حقوقه سواء باتجاه اللاعب أو باتجاه النادي. احنا نعتبر حديثك هذا هو حديث نادي الشباب القانوني كونك محامي النادي. نعم 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 كزاوية قانونية. طبعا في النهاية اخي بتال لا زاوية قانونية ابراهيم، انا اقدر اجيب اي محامي. انا جايبك اليوم انت محامي نادي الشباب، انت صوت نادي الشباب، انت تتحدث الان بلسان الشباب القانوني. نعم كذلك. نعم نعم نعم. هل انا اتحدث ب هل سالتم لكن لستم اي هل نعم. سالتم لاعبكم اليوم تمرين اليوم جلستوا مع لاعبكم يوم جاي يتمرن اليوم قلتوا له ليش خرقت الحقوق؟ هذه كلها تفاصيل عند مجلس اداره النادي وقاعد يتخذ فيها. تعرف الحدث صار امس لكن الحدث انا اعلق من زاويه قانونيه ان حدث غير قانوني. طيب هل قانوني من وجهه نظر مجلس اداره النادي؟ ليش انتم الشكوى بتكون عند المحكمه التجاريه ما تكون عند المؤسسات الرياضيه الاتحاد السعودي او وزاره الرياضه او الانضباط او غيرها؟ نعم اخي بتال، يجب ان نفرق بين علاقه النادي مع اللاعب وعلاقه النادي مع نادي ككيان مع كيان. اليوم كتكريس الثقافه القانونيه وكتكريس مفاهيم الحوكمه وكتكريس لتطبيق لائحه موجوده اللي هي لائحه الاحتراف واوضاع اللاعبين وانتقالاتهم،
كتكريس لهذه اللائحة وهذه الثقافة قد نخرج يعني بمبادرة قانونية أو بثقافة قانونية أن كيان نادي الشباب يطالب كيان نادي الهلال باختراقه أو بقيامه بعمل يرى نادي الشباب أن هذا العمل غير قانوني من وجهة نظره، من حيث أن هذا اللاعب لا زال حتى الآن يربطه عقد ساري المفعول إلى نهاية الستة أشهر الأخيرة. واليوم جلست أنت مع مجلس الإدارة إبراهيم وتسولفتوا حكيتوا تشاورتوا شيء؟ تكلمنا وقلنا لكن لا أستطيع الإصرار أمام يعني. بس تناقشتوا في الموضوع. إعلامي تناقشنا نعم دار نقاش نعم دار كان نقاش مجلس الإدارة كله موجود يعني برئاسة خالد البلطان وكلكم استمعتوا لبعض. بعضهم وليس بس كان موجود الرئيس وسولف معكم وحكيتوا عن كل شيء. نعم الرئيس دار نقاش مع رئيس النادي وفوضك بأنك تسوي الموضوع القانوني. ها طبعا لما نقول انه فوضني بالعمل بان احنا نشوف موضوع الوضع القانوني هنا هو اليوم خاضع الدراسة وخاضع لقراءة اللائحة. نعم. وتطبيق هذه الواقعة ومدى مخالفتها للائحة. جميل. في النهاية هي آراء قانونية وفي النهاية دعني أقول هذه مهمة سيد بتال عشان يعني ما يزعلون عليه الهلاليين اليوم اللي صار مع نادي الشباب قد يصير يوم من الأيام مع نادي الهلال مع نادي كذا. نحن نتكلم عن تكريس وعن تطبيق وعن ممارسة قانونية لكافة الأندية. ورا كنت سنك تقول ترى أنا بشكيكم الهلاليين بس لا تزعلون سنك خايف منهم. لكم حق خذوه مالكم حق قولوا ما لنا حق لا ما لا 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 خايف لا منهم شوي لكن حنا لا 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 حنا قاعدين نتكلم عن انه يجب على الجميع سواء هلاليين او جمهور ايه نصر او جمهور نادي ايوه الشباب كلهم عزيزين علينا خذوا مالكم حق خذوه بغض النظر عن من هو طرف ثاني اكيد اكيد القانون يحكم اكيد من له حق سيأخذ نعم من له حق سيأخذه واللائحه خلينا نقول تحديدا يعني اللي هي يعني رأس الحربة في الموضوع هي من تحدد وتفصل هذا الموضوع والقانون هو اللي يحكم. نعم شكرا إبراهيم الهويش المستشار القانوني محامي نادي الشباب. شكرا جزيلا أخي بتال. شكرا لك. سحبت الأربعاء قرعة دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي تلعب لأول مرة بأربعين فريقا. تم تقسيم الأندية على 10 مجموعات مناصفة بين الغرب والشرق. سيقام دوري المجموعات فيها بنظام التجمع بسبب فيروس كورونا. وسيلعب دور المجموعات في الفترة ما بين 14 إلى 30 من أبريل
ما يوافق مطلع رمضان المبارك، ويتوافق أيضا مع الجولة 26 من الدوري السعودي. حاولنا الاتصال بأحد في لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي أو لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين للتعليق على هذا التعارض الذي سيحدث الآن. طبعا البطولة ستبدأ يوم 14 أبريل، رمضان سيكون 13 أو 14 غالبا، ومعنى ذلك أنه الجولات الأربع التي ستلعب أو الثلاث التي محددة أن تلعب بعد رمضان في الدوري السعودي كمسبق، جولة 26 ستصبح في مأزق، إما أن ترحل بعد رمضان ومعنى ذلك أن نهاية الدوري أيضا سترحل أو تمتد، وإما أن تلعب في العشر الأواخر وهي الأيام التي غالبا في السعودية كعرف لم يكن هناك فيها أي ممارسة للمنافسة للرياضة التنافسية، طبعا فقط الرياضة التنافسية. هم ما رضوا يعلقون اليوم، لكن احنا نقول بمصادرنا أنه بتلعب في العشر الأواخر هالسنة جولة، وهذا هو الرأي الأقرب حتى الآن. وقفة أولى نتابع معكم في المرمى وبعدها. هدف الدوري من خارج الكبار، أين يحدث هذا خارج الدوري السعودي؟ وفي حلقة اليوم رزفان والتدوير، مفهوم التدوير وحسابات التدوير، وهل هو واجب أن يستخدم من المدربين؟ بكم من جديد. التدوير مفهوم تكتيكي أم بدني؟ بات هذا المصطلح يستخدم كثيرا في الدوري السعودي، ما هو، متى يستخدم، وهل يعرف خارج الدوري السعودي؟ الخمسة أو الثلاثة الدوريات الكبيرة في العالم هل لديها تدوير؟ نتابع. ميلان متصدر الدوري الإيطالي وتحت قيادة مدربه ستيفانو بيولي استعمل في الموسم الحالي 28 لاعبا، منهم لاعب واحد فقط شارك في جميع المباريات ولم يتم استبداله، ويخص الأمر المدافع كالابريا. متصدر الدوري الألماني بايرن ميونخ وبقيادة مدربه هانس فليك أشرك هذا الموسم 25 لاعباً، اثنان فقط شارك في جميع المباريات ولم يستبدلا، ويخص الأمر الحارس نوير واللاعب توماس مولر. مانشستر يونايتد المنافس بقوة هذا الموسم على لقب البريمير ليج تحت قيادة مدربه سولشاير أشرك 24 لاعبا من أصل 26، والمدافع هاري ماغواير هو الوحيد الذي شارك في جميع مباريات الدوري دون أن يستبدل. في إسبانيا ريال مدريد الذي ينافس جاره أتلتيكو على لقب الموسم الحالي وبقيادة زين الدين زيدان أشرك 26 لاعبا في 19 مباراة، ولم يسلم من التدوير سوى الحارس كورتوا الذي سجل حضوره في جميع المباريات.
في السعودية الهلال والأهلي والاتحاد الذين لم يغيروا مدربهم الثلاثة أشركوا 26 لاعباً في 15 مباراة بالدوري. الهلال المتصدر قام بتدوير جميع لاعبيه في الدوري باستثناء الحارس الطريس، وجميع من أشركهم المدرب رزفان لم يكمل أحد المباراة إلى نهاية دقائقها 90. الثلاثي البريك وغوميز وكنو شاركوا في جميع المباريات كأساسيين، لكن البريك استبدل مرة واحدة، فيما غادر غوميز الميدان مرتين وكنو 6 مرات. الأهلي صاحب المركز الثالث، يبقى مدافعه البرازيلي لوكاس ليما الوحيد الذي خاض جميع المباريات ولم يستبدل، بخلاف الثنائي ميتريتا ومعتز هساوي اللذان شارك في 14 مباراة واستبدل الأول مرة واحدة والثاني مرتين. الاتحاد صاحب المركز الرابع، يبقى حارسه البرازيلي غروهي المشارك الوحيد لديه في جميع المباريات وأكملها حتى صافرة النهاية، بخلاف مواطنه رومارينيو الذي سجل حضوره في كل المباريات لكنه استبدل مرة واحدة. نذهب إلى الرياض، من هناك يلتحق بنا كابتن عبد اللطيف الوسطي الماهر وعادل البطيء، هو أيضا وسطي ماهر، اللي ما شافه يلعب أنا شفته يلعب، برضو مهارات عالية في الوسط. حياكم الله عادل. مفهوم التدوير، احنا اليوم شفنا 3 مسابقات كبرى في الدوري الألماني الأسباني الإنجليزي، مشاركين كل القائمة في الفريقين في كل المتصدرين، ما في ولا أحد شارك. في السعودية يجي المدرب يبي يسوي تدوير، يهاجمونه، يا أخي ما نبي تدوير، يا أخي ثبت تشكيلتك، يا أخي مع أنه يلعب 30 جولة. إيش رأيك؟ بالتالي الحقيقة الموضوع شيق جدا، وأتمنى أنه في وقت، لأنه لا اليوم في وقت، خذ راحتك، كان دائما تقول أقطع عليك ممتاز. ما أقطع عليك ذا المرة، خذ راحتك. الفرق مختلفة. أول شيء خلنا نقول أن القاعدة القوام الأساسي ثابت. لو سألتك أو خلي اللي بعمري اللي سألتهم قبل 5 سنوات تشكيلة الهلال عام 85 اللي أخذ الدوري أو النصر عام 89، أبعطيك القوام الأساسي حقهم. إذن الأصل أن القوام الأساسي ثابت. لو سألتني عن منتخب البرازيل 82 أو أي واحد من ذاك الجيل يبي يعرفهم تماما، قوام ثابت. طيب هذا الموضوع بالنسبة، لكن أيضا التقرير اللي ذكر عن الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي يلعبون 38 جولة زائد أصلا هم مكملين الدوري، زائد بطولتين كاس، زائد أيام فيفا. إذن الوضع مختلف عن الدوري، عشان أبغى أحيدهم عن ما يحصل عندنا في الحالات الثلاث اللي جبناها، الهلال والأهلي والاتحاد. طيب إذا بغيت أتكلم عن الاتحاد، أولا الاتحاد في الحالة الدفاعية كان مستقر تماما كاريلي. ليش؟ لأن قروهي حجازي من ثالث مباراة جاء واستمر، الظروف كانت إيقاف سعود عبد الحميد، إصابة حمدان الشمراني، ظروف حتى المحوري الارتكاز المالكي وكريم ما يغيبون إلا بسبب إيقاف أو إصابة. إذن الحالة الدفاعية في الاتحاد مستقرة. طيب لما نجي الحالة الهجومية، عنده أطراف مميزين، رودريغيز غاب للإصابة، البيشي أحيانا إيقاف أخذ أحمر، العبود اللي اكتشفه من جديد كاريلي، فهد المولد. المشكلة في رأس الحربة اللي لا تنتهي، رومارينيو ثابت، يعني رأس الحربة هو اللي كمارا شارك أحيانا بريغوفيتش، يعني اللي في الاتحاد، اللي في الاتحاد استبدالات للحاجة وليس التدوير. نعم، إلنا الظروف هي اللي فرضت عليه نطلع الاتحاد من التدوير أو ظروف فنية. أوكي طلعنا. طيب الأهلي، الأهلي أنا في رأيي ما كان فيه تدوير، فيه مدرب ما بعد عرف العناصر بشكل جيد ولا عرف الطريقة اللي يبي يلعب فيها، والدليل بعد مباراة الهلال عندما عاد لطريقة غير طريقة وغير عناصر رجع الاستقرار. إذن الخلل وين كان؟ في مدرب ما عرف يختار طريقة مناسبة ولم يعرف قدرات لعيبته، وحتى الآن هو أيضا يعني عنده أحيان غريب شكل. لو شفت علي الأسمري والمقهوي لعبوا آخر مباراة وثبتوا أساسيين، هذا يعني أن في عمق الدفاع هو غير مقتنع واضح بالأربعة اللي قاعد يشركهم. في الفترة الأخيرة استقر على معتز ومحمد آلف تيل، رزفان وعبد الباسط الهندي ما عاد صاروا يشاركون. رزفان هو الحكاية بصراحة، هو التدوير. رزفان لو أي هو التدوير الغير، يعني أنت لما تقول لي تدوير بالتالي لو سألتك أو سألت الكابتن عبده ولا سألت أي هلالي، من أكثر لاعب يجهد
في الكرة السعودية بشكل عام يقول ياسر الشهراني أو خلينا نقول أنا أقول ياسر الشهراني. ياسر تصور هو الموسم هذا شارك في 13 مباراة وأعتقد أنه غاب عن مباراة، أعتقد أنه عنده تراكم. طيب أنت بتفكر في السوبر في آخر مباراة 4 لاعبين شركهم في كل خط لو تلاحظوا، هذه مشكلة، بينما ياسر ثابت عشان مباراة السوبر. التدوير اللي يسويه رزفان يعني أنا بالنسبة لي غير مقبول، يعني متعب المفرج، يلعب مباراة بشكل جيد بعدين تحطه على الدكة، إيه هذا تدوير؟ أيه. لا الحقيقة في رزفان اللي يسويه مو بتدوير. عندك ملاحظات على رزفان؟ يعني لازم نجيب مفردة. رزفان ما عندي مفردة، لازم نجيب رزفان عادل في زاوية بس التكتير. رمزان أمس ورمزان اليوم رزفان أمس ورزفان اليوم إيه لا بينهم. بنجيبه في زاوية التكتيك عشان نسمع منك أكثر عن رزفان. عبدو في تدوير محمود وتدوير مذموم، واشرح لي او عرف لي التدوير من في مفهومك انت كرياضي كرة قدم. خلينا، انت جبتوا تقرير جميل عن البطولات او الاندية الاوروبية او اللي تشارك في بطولات كبرى والاندية السعودية. اولا هذولك اهدافهم محددة، اهدافهم محددة بتال. احنا تجي لما تجي عند مدرب تقول والله انا ابغى الدوري، تركيزي على الدوري وابطال اسيا مثلا للفرق المقدمة. لما يشرك او يعمل تدوير في بطولة كاس تقوم عليه حملة كبيرة. ليش انت؟ طيب انتم اهدافكم 1-2. فاولا الاهداف التي يتفق عليها الجهاز الاداري والفني لابد ان تكون واضحة ومعلنة للجمهور، لانك عشان تعرف بكرة انت مين تنتقد مين تلوم. لأنك إذا أهدافك متنوعة متوقع يعني تتغير خلال الموسم، فأنت بالتالي أنت حيرت مدربك. هذا واحد. الشيء الثاني الظروف والمعطيات، الإيقافات والإصابات، تقارب مستوى اللاعبين. يعني في فرق في لاعبين مستواهم متقارب، هنا ممكن أعمل تدوير ويكون زي ما قلت تدوير محمود. لكن لما يصير في فريق خلينا نتكلم الـ11 الأساسي فارق بمستوى عالي عن الاحتياطي، هنا يكون مستوى التدوير في مجال أو في محدود وضيق جدا. وبالتالي أيضا منافساتك أنت في نقطة مهمة جدا بالتالي. تفضل. خاصة اللي تخص الكرة السعودية في ما بعد يناير، خاصة في فترة فبراير الآن، هنا يبدأ التداخل وتزاحم البطولات. يعني تبدأ معنا بطولات الكوس بشكل أكبر والضغط فيها بشكل أكبر، تبدأ يدخل عندنا أبطال آسيا، تبدأ عندنا الدوري يزيد الضغط. يعني الكاس من دور 16 يلعبون، دوري ابطال اسيا في ابريل مش في فبراير زي كل سنه في نص الدوري. طيب يعني مختلف الوضع شويه السنه. طيب الان طيب احنا ما حنتكلم، بالتالي انا ما اتكلم لك عن الفتره الحاليه. الان لو بتكلم لك عن الفتره الحاليه حدخل كورونا لابد انه من تدوير. ليش؟ لان كورونا اثرت على العامل البدني للاعبين. طيب وبالتالي انت عبدو تربط التدوير بالاهداف، تقول ابي تدوير وفقا للاهداف. صحيح. طيب خلينا بقول لك مثلا، انا بقول لك وجهه في السعوديه مثلا في الدوري، والله المدرب اذا هو فايز وحتى يدور ما عندهم مشكله، بس متى ما تعثر قالوا لك لا ذبحنا بالتدوير. اضرب لك مثال. صح. انت في 2014 كنت في النصر، كارينيو كان يدور ذيك الايام وانت كنت موجود، كان الكاس يلعب بفريق والدوري يلعب فريق، والكاس كان من 32 او من 64 اظن، وكانوا الناس مبسوطة. لا وبعد يمدحونه يقولون والله دكة غنية، يدور شوف دكة غنية لأنه يفوز. بس هذا الفرق، ترى الفوز والخسارة هي اللي تحرك في السعودية في الدوري، مو مفاهيم. صحيح. هذا أتفق معك تماما بتان، إنه النتيجة هي من تحرك. لأنه فعلا لما ما يغير مثلا يقول لك يا أو لا قدر الله أصيب لاعب مهم قبل بطولة أو نهائي كأس، أنت ليش ما ريحت اللاعب هذا؟ فهي قرارات مبنيه على النتيجه، مبنيه على النتيجه اللي امامهم. لكن في نقطه مهمه بالنسبه لي، الاهداف مثلا، هل رزفان اخبر بان الكاس او السوبر ليس في اهميه الدوري، لذلك او ان او نهائي السوبر كان اهم من الثلاث النقاط والابتعاد في الدوري ام لا، لذلك اراح سلمان اراح سالم اراح مجموعه كبيره من اللعيبه. هنا انا ابغى اعرف الهدف اللي هم اتفقوا عليه الجهاز الاداري والجهاز الفني عشان اعرف انا لمين اروح اللوم، هل هو تدوير محمود او مذموم. ما دمنا نحكي عن رزفان وعادل متحمس يحكي عن رزفان، عادل هل 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 البنك الاحتياط عند رزفان يسمح له بالتدوير في كافه المراكز؟ هل المستويات خلينا نقول الاساسي 10 من 10 والاحتياط 8 من 10 كلهم؟
لا طبعا، لكن انا اقول لك بالمطلق انا ضد التدوير اللي يتجاوز لاعبين. يعني أنا انت عندك لاعبين مرهقين في كل مباراه، تلعب عنصرين يكونون في خانتين مختلفات عشان المميزين يشيلون الفريق. ما في احد بتال، ما في نادي تقريبا بالعالم عنده البديل بمستوى. لكن اللي انت قلته يعني 1.8 و1.1 في بعض الخانات في الهلال، نعم فيه يعني في وسط الملعب كنو وعبد الله عطيف وكويلار وسلمان الفرج، يعني في البديل قريب خلينا نقول، مع انه طبعا في فرق بس في بديل. على الاطراف سالم وكاريو، لا البدلاء اقل. في على الاظهر ياسر الشهراني ما في بديل. أي. البرايك يمكن يكون عنده مد الله طبعا في فرق، لكن يبقى في بديل. في عمق الدفاع هو قاعد يدور بين جحفلي وبين البليهي طبعا مصاب والمفرج وحتى كويلار لعبه. أنا أقصد هذا هو الخلل. بالتال عبدو يقول مثلا أنه المباراة هل هي مهمة؟ هي مهمة، لكن مو معقول. أنت عارف الجدول، يعني متأكد يعني واثق من هذا الكلام أنه الهلال يعرفون الموعد السوبر من فترة، وأكيد المدرب معطينا البرنامج كلهم يعرفون من شهر ونص في ظل هذا. أيوة يا سلام. طيب الظروف اللي حصلت اليوم، أنت تعرف المباريات هذه، أنت اللي تبرمج. يعني عبد الله المعيوف كان غاب للإصابة رجع بقوة، بس مباراة الفيصلي مع اللي قبلها 4 لاعبين في، يعني هذا مو تدوير. بس يا كابتن المسافة كافية، 6 أيام بين المباراتين كافية. اي انا الحين انت زدت علي بعد، انت زدتها بعد. انا اقول لك اذا بغيت عنصر او عنصرين، انا اتكلم بالمطلق. بالتال ترى في كل الجولات حتى في اسيا اللاعبين، تتذكر يوم كنا نلعب يعني كل الاثنين والجمعة او الثلاثاء والسبت وزي كذا، ممكن ألعب كل لاعب التدوير يكون في عنصر، يعني كل 10 أيام ممكن يلعب مباراتين بدل ما يلعب الثلاث. أنا أتكلم عن الناس المميزين اللي مو بجاهز بدنيا وغير، أنا أتكلم ترى بالعموم مو زي الكابتن عبدو تطرق لهذا الموسم، هذا الموسم مختلف، لكن أتكلم بالعموم. أنا أعتقد أنه التدوير أكثر من عنصرين في كل مباراة، وإنه شفناها دائما أقول فيه قوام ثابت لكل شكل. وأعتقد كلكم يعني اتكلم عبدو قل له الفريق يوم كنت انتو كماتشو واحمد وذول تتغيرون كنتو؟ لا اتكلم، لا ما كانوا يتغيرون، ذول اللي يتغيرون ما الشباب ما كون موجود. طيب بس يا عبدو خلنا اسالك سؤال. انت على التدوير في الملعب داخل الملعب، لما يثبت اللي على يمينك يثبت اللي على يسارك وانت تلعب في مركز 10 مثلا، اريح لك ولا عادي عندك انك تدور؟ لا هو حتى اصلا حتى الانسجام والتفاهم، يعني فعلا انت لما يصير معك لاعب يطلع معك من الناشئين والشباب مختلف من لاعب انه جاك الان خلال فتره معينه، اللي جاك مثلا خلال او انتقل من نادي تحتاج الى وقت. فبالتالي هذا هو تاثير التدوير هو على عمليه التفاهم والترابط او نسميها الحاله الكيمياء بين اللاعبين والانسجام. ففي لاعبين مجرد انه بدون اصلا التواصل بالكلام تجد فيه تفاهم كبير جدا. فبالعكس التدوير هو ليش احنا نقول لما نقول الثبات جدا مهم، لكن في تداخل وفي ظروف معينه. انا ارجع واربطها بالتداخل والاهداف والظروف. مثال أي. انا لما صار عندي اصابات كبيره في مركز معين، انا احتجت الى كويلار في المحور أي. لكن هل هو كويلار كان الاختيار المناسب انه يكون ولا متعب مفرج؟ لما اعطي متعب مفرج كان من الاولى اعطاء. هل ارجع واسوي تدوير؟ لان بالعكس متعب قدم مباراه كبيره. فبالتالي استمراريه واعطاء الثقه والاستقرار هو عامل مؤثر جدا ومهم على تركيبه وثبات الاداء والنتائج للفريق. لكن انا ارجع واقول الظروف، تداخل المسابقات، تقارب الامكانيات، لان بعد فرق انت لو دورت 2-3 ما بتصير اختلاف كبير، وبالتالي يمكن خساره نقاط وارد بشكل كبير. الآن زي السوبر، خلينا ناخذ نهاية السوبر. الهلال يعلم أنه أوكي من شهر ونص، لكن لما جاء وقال أنا عندي الآن غيرت هدفي، أنا أريد أن أذهب للسوبر بكامل جاهزيتي، نعم، مع منافس قوي، وبالتالي علي إراحة لاعبين مهمين. هل هذا الهدف كان مسبق أم تغير مع الزمن أو مع التقارب؟ هنا الأهداف لابد أن تكون واضحة. زين نعكسها على سبيل آخر، الفرق اللي تنافس على الهبوط لما تجده يتقدم في بطولات الكاس يطمع أكثر ويبدأ يشرك الفريق الأساسي بشكل كبير، وتحدث عنده الإصابات ويبدأ يتأثر في الدوري على مستوى الهبوط. أيه. هو ما عنده بديل أصلا، فبالتالي لا كسب الكاس وضعف في مستوى أو فرصة البقاء بشكل أكبر، لأنه ضيع لاعبين مهمين. فبالتالي أنا أعتقد أن الأهداف هي من تحدد هل التدوير إيجابي أم سلبي. طيب عادل مس لاعب واحد اللي في بايرن ميونخ ما استبدل كل مبارياته، في مان يونايتد
بايرن ميونخ لاعبين بس اللي ما استبدلوا طوال الجولات الماضية. الريال كل اللعيبة استبدلهم، ما في ولا لاعب ثابت. يعني تعرف زين الدين هو أبو التدوير، يعني أعتقد يعني في العالم هو أكثر واحد يدور. كورتوا أعتقد كورتوا الحارس. أي طيب السؤال السؤال، هذول الأندية الكبيرة اللي يلعبون أصلا قائمتهم كلها 26 27 25، تختلف من الدوري الألماني الإنجليزي للإسباني، السعودية 33، هذول لأنه القائمة كذا ولأنه عندهم لعيبة بنفس مستوى البديل في السعودية في الدوري السعودي، هل فعلا الأندية بدكتها قادرة على التدوير ولا المدربين قاعدين يتفلسفون ويضيعون نقاط؟ بالتالي أنا رأيي أنه كل الأندية اللي تنافس على مراكز متأخرة حتى في الكاس المفروض أنها تسوي تدوير، لأنه ما لها هدف أنها تفوز ببطولة. طيب. لما يكون في تقارب في المستوى، يعني أنا أتذكر في الهلال جيريتس مثلا كان محمد دعيع البديل حسن العتيبي، كان لاعب منتخب. نعم. ممكن أعطيه الفرصة لما يكون في تقارب والأهداف محددة، بس حنا عدد المباريات ترى ما يمكن نقارنها في الدوري الإنجليزي أو حتى رتم المباراة، إحنا مختلفين عنهم. عشان كذا انا مؤمن انه التدوير على اقل نطاق، يعني زي ما قلت لك عنصر عنصرين، هل عندنا البديل؟ اذا كان عندي لاعب لاعبين يعني خلي بينهم المنافسه من باب التدوير، المنافسه من اللي يكون احق في هذا المركز. لكن اني ازج بكل اللاعبين بس على انه من باب التدوير، وبصراحه في الهلال تحديدا يمكن انا بالغت في الهلال، لكن ما كان بالنسبه لي مقنع بالذات في حالته الدفاعيه بصراحه. شكرا عادل بطي، شكرا عبد العطيف. أيضا بمعلومات الهدافين نذهب إلى الهداف الكبير صاحب الرقم القياسي للاعبين السعوديين، يعني اللاعبين السعوديين ما يزال يحتفظ بالرقم القياسي. هلا حمزة، شو رأيك طلعت لك رقم قياسي؟ لا، في رقم ثاني يعني ما زالت النسبة بحافظ بحقوقي يعني. طيب لا يعني أنا حزين أنه حمد الله كسر رقمك العام أولت العام، فقلت أطلع لك الرقم السعوديين اليوم بس. لا، بالتالي هي الأرقام وجدت عشان تكسر يعني. بالضبط. فأكيد أنا كسرت رقم اللي قبلي، وحيجي اللي بعدي حيكسر رقم، وحيجي إن شاء الله نشوف لاعب سعودي يكسر رقم حمد الله إن شاء الله. بالضبط بالضبط، طبعا هي مجرد مداعبة كل هذا الحديث. حمزة، اليوم في الدوريات العالمية الهداف من الخامس وفوق، في السعودية الهداف من العاشر وتحت، شلون؟ ماذا يحدث؟ بصراحة أول شيء أنا أروح لانخفاض مستوى الهدافين في الفرق الكبيرة. إذا تكلمنا على غوميز، بصراحة ما هو غوميز حق السنوات الماضية، غياب حمد الله والظروف اللي مرت على نادي النصر، السومة برضو يعني ظل ما هو في أفضل حالاته، فبالتالي ستراندبيرغ وفابيو أخذوا الفرصة، بالإضافة لموهبتهم، موهبتهم واضحة في عملية التسجيل مع الشباب. الشباب فريق جيد وفريق أقوى خط هجوم، لكن عنده تنوع في التسجيل، يمكن الفريق الوحيد اللي عنده 11 لاعب مسجلين، أغلب الفرق مسجلين 6-7 لاعبين ما عدا الشباب والأهلي اللي عندهم عدد أكبر في التسجيل. طرق اللعب كمان بالتالي اليوم أتوقع في السعودية اختلفت، الضغط العالي أحيانا بيوجد مساحات في الخلف، فبالتالي الفرق اللي هي قاعدة تعتمد على التحولات وعندها مهاجمين يملكوا القدرة والسرعة والقوة البدنية، قادرين بالإضافة لموهبتهم في التسجيل قادرين أنهم يسجلوا، هذا اللي حاصل مع فابيو بشكل كبير. قلة لاعبي الوسط اللي هم عندهم القدرة على الدخول لمنطقة الجزاء والجراءة على التسجيل دائما تلقاها في الفرق الأقل، الفرق الكبيرة دائما في نجوم فعندهم جراءة على الباب يحاول أنهم يسجلوا، مع أنه أتوقع حتى الأرقام بين رومارينهو في الاتحاد فرضا وفابيو سترانغبيرج جدا متقاربة من ناحية تسجيل الفرق كعدد أهداف ومن ناحية عدد اللاعبين اللي مسجلين، نفس الشيء مع غوميز،
فهذه كلها معطيات، لكن أعتقد السبب الرئيسي هو انخفاض مستوى الهدافين في الفرق الكبيرة. طيب الفرق الكبيرة ليش ما عندها إلا هداف واحد؟ بصراحة تعال أنا أرجع من الصعب أنك دائما الاعتماد على روس حربة حمزة كلهم 10/10، لا خلي الأساسي 10/10 ولا البديل 7/10 8/10، بس هذا مو موجود أيضا. أما المشكلة أنك أنت في الفرق الكبيرة والجماهيرية، فرقنا إن شاء الله كلها كبيرة، بس الفرق الجماهيرية صعب أنك تغير الهداف، دائما الهداف له سطوته. يعني لو نتكلم على قوميس في الهلال وصالح الشهري، صالح الشهري في 3 مباريات تقريبا نزل وقلب المعادلة وسجل هدف فوز وهدف تعادل للفريق، ما قدر يلقى فرصة أنه يلعب أساسي. نفس الشيء مع السومة، السومة أساسا ما عنده لاعب 9 بديل حتى يقدر ياخذ فرص، فعدم اعطاء الفرص، الضغط الجماهيري، الحرص على المنافسه، الحرص على الفوز، وسطوه النجم. دائما الهداف النجم بتكون لي سطوه كبيره حتى على المدربين بصراحه، خاصه في الدوري السعودي. طيب الموجودين في الدوري السعودي اللي هم يسجلون، خلينا نقول يلعبون في 9، في احد ترى بانه ممكن والله نقول هذا ينافس؟ نحكي عن اللي يلعبون كروس حربة، عبد الله الحمدان لاعب الشباب والهلال، طبعا ما ادري الحق الدوري هذا يلعب مع الهلال ولا ما يلعب. نتكلم عن رائد الغامدي في النصر، نتكلم عن صالح الشهري، نتكلم عن هزاع اللعيبه السعوديين اللي موجودين في راس الحربة. وخلك معي انت حمزه، ذكرني بالباقين ايضا. نتكلم عن الصيعري، لا انت في الفيصلي، انت اقرب هداف عندك الان، اقرب هداف بالتالي عندك وطني هو حسن العمري بتقريبا، بس مش راس حربة، حسن جناح، انا اتكلم عن مش راس حربة. أيه؟ بالضبط. ف صعب صراحه بالنسبه للهدافين السعوديين، لا اعتقد حيعانوا حتى مش الموسم هذا، حتى في المواسم القادمه. أيه؟ عدم اعطائهم الفرص بشكل كافي، دائما الحارس والهداف يحتاج لحساسية الملعب، يعني دائما يحتاج للمشاركة عشان يقدر يسجل ويكون هداف، لابد انه دائما يكون متواجد في كل مباراة، لانه صعب جدا التعامل مع داخل ال 18 والتعامل على الباب اذا ما عندك حساسية اللعب بفترات طويلة. شكرا حمزة إدريس، الهداف التاريخي الشهير. الوقفة الأخيرة بعدها مردود صفقات الضجة بالأرقام، كل هدف كم يساوي وفق العقد؟ أهلا بكم. الرياضة في دقيقتين، حيث أعلن الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن تسليمه الشارة الدولية للموسم الرياضي عبر لجنة الحكام ل7 حكام ساحة و9 مساعدين. يعقد الروماني رازفان لوتشيسكو والكرواتي ألان هورفات مدربة فريقي النصر والهلال مؤتمرين صحفيين الخميس دون حضور إعلامي للحديث عن مواجهة فريقيهما على كأس السوبر السعودي السبت. شارك فوز الطريس في تدريبات الهلال الأربعاء بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي بحسب ما أعلن النادي العاصمي على صفحته في تويتر. وفي النصر أعلنت إدارة الأصفر العاصمي عبر حساباتها الرسمية عن تجديد عقد مدافعه عبد الله العمري ل3 أعوام جديدة. أعلن الفيصل السعودي رسميا ضم خالد السميري لاعب نادي الاتحاد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. قدر السنغالي سليمان دوكارا السعودية بعد موافقة إدارة ناديه على منحه الاتفاق على منحه إجازة اضطرارية بسبب ظروفه العائلية. ودخل اللاعب البيروفي كريستيان كويفا في برنامج تدريبي انفرادي بحسب ما أشار له ناديه الفتح على تويتر. العقود المالية عالية، فكيف كان المردود الفني؟ ديما سائح تقسم المال على الأهداف والمستويات، وأنا ألقاكم. ملقب
بيزور الأرجنتين أشار في أكثر من مقابلة صحفية أن حلمه اللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي. لاعب الهلال السعودي لسيانو فيتو هدفه الوحيد في شباك التعاون هو الأغلى ثمناً بالدوري السعودي بقيمة وصلت إلى 7 ملايين يورو، وهو ما دفعه الهلال للتعاقد معه بحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في تنقلات اللاعبين. صفقة أخرى أحدثت ضجة في الميركاتو الماضي، الأرجنتيني غونزالو مارتينيز خانته المفضلة هي الجناح الأيسر، ويعتبر جوكر لقدرته على اللعب في أي مركز هجومي. القادم من بلاد العمسام وتحديداً من أتلانتا يونايتد خاض مع النصر في الدوري السعودي 10 مباريات، سدد خلالها 9 مرات على المرمى وأحرز هدفين. مارتينيز صنع 3 أهداف من 19 فرصة قدمها، أرقام كلفت خزينة الأصفر العاصمي 800,000 يورو حتى اللحظة عن كل هدف سجل أو صنع من قبل مارتينيز. مدافع آخر هو المصري أحمد حجازي في الاتحاد، شارك في 13 مباراة. قدومه من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي كلف 562,000 يورو لكل مرة منع فيها تسديد الكرة على مرمى الاتحاد، والتي وصل عددها إلى 8. صفقة بنيغا خطفت الأضواء أيضاً، ولكنها كلفت 2,333,000 يورو عن كل هدف صنعه أو هز به شباك منافسي شباب. أرقامه تظهر تسجيله لهدفين وصناعة آخر في 13 مباراة لعبها في الدوري السعودي هذا الموسم. أما عن ميسي الكرة الرومانية متريتا الذي قدم إلى أهل جدة قادماً من نيويورك سيتي الأمريكي لتدعيم خط هجومه، كل هدف من أهدافه 3 في شباك منافسي الفريق الجداوي في الدوري بلغت تكلفته 1,833,000 يورو. ديما محمد السائح، العربية.